السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بيستخدم الذكاء الصناعي وبيشتغل على الويب، يعني مش لازم تسيطر أي برنامج خالص، بحيث إن هو يخدم قطاع المقاولات أو التصميمات الهندسية، بحيث إن هو يسهل عليك ويحسن اتخاذ القرار ويخليك تاخد القرار بسرعة. تمام، ده الإنبوت بتاعنا، والذكاء الصناعي هيتعاون معانا بشكل حلو. بتبدأ تقول له أنا عايز مثلا مشروع جديد، وتبدأ بقى ترفع الملفات، ملف هو أوتوكاد، أنت رافع أوتوكاد هو عادي، مجرد بس ترسم خط هو يرسم لك المبنى كله، وتبدأ تختار تقول أنا عايز شقتين، شقة عايز الشقة يبقى فيها كذا، شوية بارامترز موجودة. تمام، وبيديك الأوتبوت أو هيبقى عندك مساحة قد ايه، وهتقدر انت تبيع قد ايه، وهكذا. فتخيل الجمال والسهولة لما تستخدم الذكاء الصناعي في الشغل بتاعك. مجرد بس بالماوس بتحرك تقول له لا ده انا عايز مثلا يبقى في حمامين، يبقى في مطبخ، واول ما بتعمل اي تعديل، مجرد عدلت حجم الشقة، هو بيعيد توزيع كل اللي موجود داخل الشقة. فبأقل مجهود ممكن تلاقي التصميم بتاعك جاهز. وهو اوتوماتيك بيبدأ يحسب لك، يعني مش لازم تقعد ترسم التظليل بحيث تعرف المساحة بتاعت كل غرفة قد ايه او كل شقة قد ايه، المعلومات كلها موجودة في ساعتها. حتى مثلا في الباركينج، مجرد ان انت تبدأ ترسم كده الشكل الخارجي، هو يبدأ يقسم لك المكان اللي جوه للسيارات وكل حاجة. انت بترسم المسار، هو تخط خط وهو يبدأ يظبط كل حاجة. وفي الاخر تلاقي الحاجة عندك 3D بالشكل ده، مع الاناليسز اللي انت ممكن انت تحتاجه، تقدر تخصكش بحيث تشوف شكل المبنى من الداخل هيبقى عامل ازاي. واي قرار هتاخده يبدأ يقول لك القرار ده فعلا هيكون افضل ولا هيكون فيه مشاكل. جالك تقرير اهو بكل حاجة، والشغل اتحول لبيم في ثواني، وعندك كل اللوح موجود اهيت، وتقدر انت تشوفها في الاوتوكاد بالشكل دوت، وفي الريفت، يعني خلاص تحول كاد وبيم في ثواني. كل الأدوار موجودة، كل حاجة موجودة. وبيعمل لك الحاجات بالديتيل بتاعتها، وبيقول لك هيبقى فيه قريب ريل تايم انرجي اناليسيس، هيضيفوها قريب. فده مستقبل الاركتكتشر في المجال.